أهلا بكم أعزائي المشاهدين في مطبخ صباح سامراء. حلقتنا لهذا اليوم هي سلطة مارتديلا. المكونات: لحم مارتديلا جاهز، لحم مارتديلا جاهز مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، يكون بهاي الطريقة، هاي الشكل، بهالشكل. فلفل أخضر، هاي قطعتين فلفل أخضر، وعندنا قطعتين طماطة، عندنا قطعة واحدة نص قطعة بصل، هاي نص قطعة بصل. المكونات: نعناع، زيت الزيتون، ليمون حامض يعني فريش احنا نحضره ونخليه بهاي، كمون، فلفل اسود، ملح. هي طبعا طريقة جدا سهلة، مو بذيك الصعوبة، وتقدر اي مرأة تسويها بالبيت مثل ما تشوفون. ان شاء الله تعلمون السلطة. طريقة التحضير، راح نبلش بطريقة التحضير. نجيب اللحم نقطع على شكل جوليان. جوليان هيك تصير قطع طويلة ورقيقة. انتبهوا اعزائي المشاهدين، هاي السلطة احنا نسويها جوليان، ما نسويها يعني مربعات صغار او ناعم، لانه تصير بالجوليان احلى. بدنا نقطع اللحم. هاي اللحم قطعناه. هاي اللحم حاضر. راح نجي نقطع البصل هسه. هاي البصل نفس الشيء، هم نقطع جوليان. هاي البصل جوليان نسوي. احنا نكتفي بهذا، هذا راح نرجعه. هذا البصل مثل ما تشوفون جوليان، نفس طريقة اللحم. شلون قطعنا اللحم؟ قطعنا البصل. ونفس الشيء راح نقطع الطماطم والفلفل. حتى الطبق من يطلع كله شكل واحد ولون واحد، شكل واحد وشكل واحد وطعم واحد. هاي الفلفل. نفس الشيء تقطيع جوليان. راح نقطع الثانية. الفلفل ويا اللحم ويا الدجاج ينطي نكهة طيبة. هاي السلطة اكو ناس يحبون يخلون وياها خيار، بس أنا ما أرغب الخيار ويا اللحم الدجاج، سلطة دجاج والسلطة لحم، إذا طازج وإذا مجمد وإذا أي شيء يعني كان أو معلب، ما أنصح باستعمال الخيار. الخيار ويا اللحم ما يطلع طيب، إذا ويا الدجاج يطلع بطعم زنخ، وإذا ويا اللحم ما ينطي نكهة مثل الفلفل والطماطم والبصل. راح تشوفون حلقاتنا بقادم الايام، راح نسويكم فت يوم طبق اللحم او دجاج وراح تشوفون. راح نقطع هاي الطماطه. الطماطه بهاي النوعيه ما يصير تتقطع كلها، هاي تتقطع بس القشر مالها. شوفوا احنا نفضلها هيجي، بس انتم اذا تحبون بالبيت تسووها غير شكل بكيفكم بعد. شفتوا هاي بالنص على صفحه طلعناها، حتى ما يصير بيها مي السلطة وتصير مثل التشريب. هاي الطماطم راح نقطعها. شوفوا نفس القصة مال الفلفل والبصل واللحم، نفس القصة.
نفس القصة مال الفلفل والبصل واللحم. انتبهوا علي يا اعزائي المشاهدين، هذا الطبق سهل مو بالصعوبة اللي انتم تتوقعوها. هاي خلينا الطماطة، طبعا هو البصل حسب الرغبة، اكو ناس ما يحب البصل هواية، يعني بيوت ما يحبون بصل هواية. راح نخلي الملح، هاي الملح امي هي الملح نفس الشيء هم حسب الرغبة، اكو ناس ما عندهم امراض مزمنة شيء ضغط هذا ما يقدرون يخلون. بس الكمون شوية نخلي ازيد من الفلفل الاسود. هذا الزيت الزيتون، مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين نخلي زيت الزيتون. هسه راح نخلي الحامض، هذا الحامض طبعا هذا الحامض فريش احنا نسويه ونهيئه ونخليه بهاي العلب حتى بالشغل ما يسوي لنا ازعاجات او اي شيء. نجي ونعصر نخلي مباشر هذا النعناع، طبعا النعناع ينطي شكل وطعم وهو صحي. راح نبدي بخلط المواد مع بعضها حتطلع عندنا سلطه جاهزه. مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين هاي نخبط السلطة، وراح تشوفون من نخليها بالطبق شلون راح تطلع فتشي حلو، لانه كله نفس تقطيع كله جوليان وماكو واحد قطع صغار واحد مربعات واحد جوليان واحد ما اعرف شنو، هذا كله يطلع طبق حلو مناسب ملائم. هاي كملنا، راح نخليها بالطبق اعزائي المشاهدين. هذا الطبق انتبهوا اعزائي المشاهدين، شوفوا طريقة التقطيع شلون اجت كلها متشابهة ونفس الشيء. هاي سلطة مرتديلا، نرجو ان تكون قد نالت اعجابكم اعزائي المشاهدين. نلتقي غدا بإذن الله.